نظمت شركة دمياط للغزل والنسيج بدمياط مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة دمياط للغزل والنسيج والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج. أكدت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج أن صناعة الغزل والنسيج حظيت باهتمام الرئيس السيسي ويشرف بنفسه على تنفيذ خطط التطوير، حيث وجه بتوفير الدعم المالي والفني لإنجاحها، وجاء موعد رد الجميل للرئيس من خلال صناديق الانتخاب. هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات اللي بتنظمها النقابة العامة لعمال غزل والنسيج. هذا المؤتمر هو المؤتمر السادس اللي نظمته النقابة العامة بنجوب المحافظات كلها. بالأمس كنا في ميت غمر، وأمس الأول كنا في كفر الدوار، واليوم في دمياط، والأسبوع القادم إن شاء الله موجودين في المنصورة، وموجودين في إن شاء الله حلوان، وموجودين في بورسعيد، عشان نقول للعالم كله ونقول لشعبنا يلا بينا نقف خلف قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 10 و11 و12، لان الحقيقه ده وقت اللي احنا كلنا كشعب مصر نقف وراه، لانه بيثبت كل يوم ان هذا القائد العظيم هو قائد وطني شريف يستحق منا كل التقدير والاحترام لحرصه على الدوله المصريه وحرصه على ابناء شعبه الشعب المصري العظيم. احنا بندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسه ثالثه، ودعمنا ان شاء الله مش هيتوقف كده، بالعكس هيكون دعمنا مترجم برضو لمجهود وشغل وانتاج بما يحقق الخطة اللي حطها الدولة، وإن شاء الله إحنا جايين للخير أكتر. ندعم الرئيس في مسيرته في التطوير وفي إقامة الدولة جديدة وجمهورية جديدة، وربنا معاه إن شاء الله، لأن المهمة صعبة ومحتاجة تكاتف جميع أفراد الشعب وجميع المواطنين، ان كلنا نتعاون مع الرئيس في ان احنا ندعم موقف الدوله في جميع الاتجاهات السياسيه والاقتصاديه. هذا المؤتمر وهذا الجمع وهذا الحشد لتاييد السيد الرئيس لفتره رئاسه ثالثه ان شاء الله تعالى، وان شاء الله تعالى احنا وراك يا ريس، وان شاء الله تعالى في تقدم للامام دائما ان شاء الله تعالى. نوجه الشكر للرئيس السيسي على وقوفه بجانب عمال الغزل والنسيج، وبنرد الجميل النهارده وبنقول له كلنا معاك، احنا وراك عشان نكمل المشوار ونكمل مسيره الانجازات. احنا مبسوطين جدا بالانجازات اللي عملها في البلد وحاسينها ولامسينها، وان شاء الله من نجاح لنجاح، وبنشكر الرئيس السيسي جدا 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 على التقدم اللي عمله في البلد. انا بدعم الرئيس السيسي بكل مشروعاته وبدعمه عشان احافظ على الامن والامان وعلى مشروعات وتطوير قطاع الغزل والنسيج كله باكمله، وانا بدعمه عشان خاطر الصرح العالمي اللي احنا بنشوفه في كل مشاريعه وفي كل حالاته باسم قطاع الغزل والنسيج كله، فانا بدعم الرئيس السيسي قلبا وقالبا. بنأيده بكل حزم وقوه، لان احنا مالناش غير الرئيس، هو ده عصمه بلدنا وقوتنا وسند لينا كلنا. جايين عشان نأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربنا يوفقه ان شاء الله للمده الانتخابيه الجايه باذن الله، ويقف معانا دايما. وانا بتكلم باسم العمال كلها ان بدعي له ان ربنا يوفقه، واحنا كلنا النهارده جايين عشان نأيده.